الرئيس عبد الفتاح السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للفريق العسار. وزير النقل يوجه باستمرار تطهير وتعقيم محطات القطارات. وزيرة التجارة تبحث آليات قانون تفضيل المنتج المحلي. وزير الإسكان يؤكد تحقيق قطاع الشرب والصرف الصحي إنجازات كبيرة خلال 6 سنوات. تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنازة العسكرية لوزير الدولة الإنتاج الحربي الفريق فخري محمد سعيد العصار الذي وفته المنية أمس. وقد أقيمت الجنازة بمنطقة المراسم العسكرية بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس بحضور رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة. وجه وزير النقل كامل الوزير باستمرار أعمال التطهير والتعقيم لكافة المحطات والقطارات على مدار الساعة. وخلال ترأسه اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة، وجه وزير النقل بالتطوير المستمر لمنظومة النظافة وإدخال أساليب جديدة في المتابعة والمراقبة والمحاسبة، استحداث برامج لجدولة أعمال النظافة في القطارات والمحطات على مستوى الجمهورية. أكدت وزيرة التجارة والصناعة أن تعديلات قانون تفضيل المنتج المحلي في المستروات الحكومية تستهدف مساندة الصناعة الوطنية وتحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة، مشيرة خلال اجتماع مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى أن قانون تفضيل المنتج المحلي يستهدف وضع الصناعة الوطنية على قدم المساواة وضمان منافسة عادلة مع الواردات القادمة من الخارج. قطاع مياه الشرب والصرف الصحي حقق إنجازات كبيرة خلال فترة 6 سنوات الماضية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي. هذا التأكيد جاء على لسان وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار الذي أشار إلى الانتهاء من تنفيذ 295 مشروعا لمياه الشرب بتكلفة 38.5 مليار جنيه، بينما يجري تنفيذ 62 مشروعا بتكلفة 8.3 مليار جنيه. تابعونا عبر منصاتنا الإلكترونية.